من جديد أهلا بكم في شير. اليوم تتم الحرب الروسية الأوكرانية عامها الأول، وغدا تبدأ في عامها الثاني. خلال هذا العام شهدنا دورا فعالا للسوشيال ميديا فيها، وللمرة الأولى نرى معارك تدور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. لذلك كان علينا أن نتساءل كيف غيرت السوشيال ميديا شكل الحروب، خصوصا أن البعض يطلق على الحرب الحالية الحرب العالمية السيبرانية الأولى. وللحديث أكثر عن دور السوشيال ميديا في الحرب الروسية الأوكرانية ينضم إلينا من بيروت مستشار الإعلام الرقمي والتواصل بشير التجرين. أهلا بك سيد بشير على شاشة الغد. أبدأ معك من هذا المسمى، البعض أطلق على الحرب الروسية الأوكرانية حرب مواقع التواصل الاجتماعي العالمية الأولى، ما مدى دقة هذا الوصف؟ مرحبا. أهلا وسهلا. أكيد هذا الوصف صحيح جدا، وهي كانت حرب سيبرانية بامتياز إذا بدنا نقول، وهي الحرب الأولى السيبرانية، يعني شوية عم بتقول سيبرانية عالمية، لأن اليوم مثل ما شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي كانت عم تنقل، إذا بدنا نقول بس كان مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. لأول مرة بنحضر حرب مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنشهد شو عم بيصير من إجرام، من غيره، يعني من تهديم بيوت، يعني إلى آخره. اليوم هذه الحرب الأولى من نوعها، حتى حسيا إذا بدنا نقول، يعني اليوم نحن كنا نعرف إنه في حروب بغير لبنان، بس ما يكون عندنا الشعور أو الحس اللايف إذا بدنا نقول مع هذا الشعب أو التعاطف معه غير بالأخبار، يعني المسائية أو ظهرا، يعني وهيك. هلأ صرنا عم نعيش معه يومياته لهذا الشعب، وعم نعيش وجعه، وعم بيقدر يوصلنا هو لإلنا وده المجتمع الدولي قيمة وجعه وقديه عم بيتعرض لقصف وغيره، يعني من إجرام. طيب، الطرفان استخدما السوشيال ميديا كما نعلم ببراعة حتى في توجيه الرأي العام العالمي، برأيك أيهما أنجح حتى الآن ولماذا؟ اليوم اكيد اذا بدنا نقول اوكرانيا كانت هي الانجح، لانه كان في معها دعم، اذا بدنا نقول دعم امريكي، يعني سياسي بامتياز، ودعم دولي بامتياز وغيره. الروس كان عليها حظر، وشفنا اليوم قد شركات عده تابعه يعني من فيسبوك وغيرها عملوا حظر عليهم او قدروا وقفوا لهم البلاتفورمز بتداعيات عده. وشفنا كمان انه اليوم حتى الدوله الروسيه عملت بلاتفورم لها، يعني عملت منصات لها تقدر تنقل لشعبها شو عم بيصير. بالعكس ما كان عم بيصير باوكرانيا، كان في شعب كثير عم بيتعاطف معهم، عم بينقل عن وقت التواصل الاجتماعي شو عم بيصير. بعكس الطرف الثاني، كل ما كانوا عم بيحطوا اي كونتنت موجود كانوا عم تحذفهم تويتر او كذا، كان في تعاطف اكثر مع الدوله الاوكرانيه بسبب انه اليوم الظلم اللي صار. يعني هل هذا هو السبب الوحيد؟ ربما السياسة المتبعة تجاه روسيا هي من جعلت أوكرانيا تتصدر منصات التواصل؟ اليوم إذا بدنا نقول العطف كمان، ما ننسى العطف له تأثير كتير كبير، وكنا نعرف عن مواقع التواصل الاجتماعي قد الناس تاخد عطف، يعني بيروح الفيديو فيرل وخلص بتعاطفوا مع طرف ضد طرف بدون ما يسمع. يعني المحتوى طرف أيضا لعب دور مهم. أكيد المحتوى هو أول شيء. طيب، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتاد أن يظهر في بث مباشر وبملابس غير رسمية للحديث عن الحرب وأيضا تشجيع القوات الأوكرانية والشعب، ولكن كيف أثرت هذه المحاولة منه على مسار الحرب؟ اليوم كلنا بنعرف انه كرئيس، هو اليوم كنا متعودين اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي نشوف الرؤساء بأناقه ببدلتهم الرسميه بمواكبهم بظهورهم كذا. اليوم اعتمد هو سياسه من الشعب وللشعب، مثل اذا فينا نعتبرها انه اليوم انا رئيس عم بتعرض لهجوم، وفرجينا على مواقع التواصل الاجتماعي انه انا لست رئيسا للجمهوريه فقط، انا اقوم بالمحاربه. يعني اذا بتتذكر اول صوره ظهور له انه هو ما هرب ومنه قاعد بالقصر تبعه، هو عم بيحارب مع جنوده. هيدي صورة على مواقع التواصل الاجتماعي أخذت عاطف هائل جدا، وهي اللي بلشت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي. عاطف العالم مع هيدا الرئيس أنه مع شعبه، ولم يكن يعني ما قام بالفرار أو باللجوء لغير دولة، لجوء سياسي. طيب، ربما اللاعب الأساسي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في هذه الحرب طبعا هو منصة تيك توك، ولكن يبقى السؤال هنا، لماذا تيك توك؟ اليوم كنا نعرف تيك توك هلا حاليا اليوم قد ايه كميه الجرو او سرعه انتشاره ل يعني للكونتنت تبعه، قد ايه اليوم عم بينحط عليه من اموال طائله
من غير من كونتنت كرييتر يعني صانعين محتوى او غيره. تيك توك اليوم هو اسرع بلاتفورم بالنمو اذا بدنا نقول. فهيدا اللي كمان اللي ساعد بالحرب الاوكرانيه لانه كان اول يعني كان نمو سريع جدا وخصوصا بغضون يعني ما كانت الحرب عم اول ما عم بتبلش كان كمان عم بينطلق معه. بالضبط. طيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يستخدم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا بشخصه كما فعل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. برأيكم ما هو السبب؟ هل بسبب السياسة التي تنتهجها تلك المنصات تجاه هذه الحرب؟ أول يوم اعتبر هو يعني هني بالأونة الأولى جربوا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي عامة، بس كمان اليوم بترجع بقول أو صار في الحظر عليهم ليه، انه المنصات هي عدوة لهم، ليست فريندلي يوز معهم يعني ليست صديقة لهم، وانه في محتوى حيحطوه حيشيلون اياه، فهن بدهم يوجهوا الرأي العام بسياستهم الخاصة او بالخبر اللي هن بيرودوا يوصلوه. فكانوا عم يتعرضوا للاخبار الكاذبه وهيك، فقرروا يروحوا على مواقع تواصل هن يعملوها وهن تو مونيتايز او يقوموا بالحظر او بالكنترول يعني يراقبوا المحتوى اللي بنحط عليه. يعني كمان هن شوي عندهم هيدا النوع من هن شو بيريدوا يوصلوا للعالم، يعني مثل اذا بدنا نقول برين واش. طب من هي المنصه التي جاءت خلف تيك توك؟ اليوم طبيعي اليوم عندك انستغرام هو اللي اجى خلف تيك توك، اللي شفنا الفيديوهات الستوريز العالم قديت الهاشتاجز تبع الانستغرام العالم قديت حتى الستوريز من اوجاع من اطفال من ملاجئ من سفارات انذار يعني من هدم بيوت، يعني شفنا كثير قصص على انستغرام كمان كانت لها علاقه بالحرب الروسيه. هناك إحصائية تشير إلى أن المستخدمين الجدد لموقع تيك توك يتعرضون لمعلومات خاطئة خاصة فيما يتعلق بهذه الحرب، ألا يوجد أي تدقيق لتلك المعلومات التي تقدم عبر هذا التطبيق تطبيق تيك توك، وكيف يمكن أن نعرف أن هذه المعلومات خاطئة من صحيحة؟ اليوم أكيد نرجع لهذا الشيء هو أساس مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الأخبار الكاذبة أو الفيك نيوز أو فولس نيوز، يعني جربوا كثير اليوم من تيك توك وغيره يحطوا الـ AI اللي هلأ كثير عم نسمع فيه الـ Artificial Intelligence يقدر يراقب المحتوى أو تكون سرعة تدقيقه لهذا المحتوى ويقوم بحذفه. تعرضوا كثير إذا شفنا اليوم قد إيه عم بيتحكموا كمان ناس بأمريكا بمرة الانتخابات الأمريكية لأنه قاموا بحذف كونتنت ما كان لازم يحسفوه. فهذا كمان اليوم شيء صعب جدا انه نراقبه، يعني خصوصا بسرعه انتشار الخبر. فاليوم تنعرف اذا محتوى جيد او صحيح او لا كمان لازم نعتمد شوي نحن اليوم على نفسنا على صحه الخبر او نقوم بشويه يعني اذا بدنا نقول ريسيرش نعرف اذا هذا الخبر مزبوط او لا وما نتداوله بدون ما نتاكد منه. يعني بالطبع يعني ليس الحديث أيضا فقط عن المعلومات ولكن الفيديوهات أيضا، حيث أن طرق التلاعب بالفيديوهات كثيرة وحضرتك تعلمها، يعني بدءا من التلاعب التقني والمونتاج وغيرها وصولا إلى نشر مقاطع من أحداث أخرى. بطبيعة الحال المشاهد هنا يصدق الصورة، ولكن كيف يمكن للمشاهد أن يعرف الحقيقة من الكذب؟ اليوم هلا مثل ما عم تقول مثلا اليوم حطوا فيديو قديم اليوم لا حرب قديمه صايره ببلد نحن ما عارفين فيها وحطوا انه هيدا اليوم عم يدقلوا باوكرانيا طبيعي اليوم العالم كاول ظهور او فيرست امبريشن تصدق هيدا الشيء. هلا بعدين اللي بيصير انه العالم بس تداولوا دغري، يعني لازم نتاكد من الويب سايتس من مصدر الخبر. اليوم مثلا حسب حضر قناة حطته مفوت على القناة نشوف إذا هذا الخبر نازل عنده ولا لا قبل ما تصير هيدي الريتش تبعه أو نتداول. طيب بالحديث حول المعايير التي تتبعها منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، هل يمكن أن تذكر لنا ما هي تلك المعايير التي تم اتباعها من تلك المنصات خاصة فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية؟ اليوم كان عندهم معايير قاسية جدا، يعني خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي يعني من فيسبوك وتويتر وانستغرام كان معاييرهم اليوم انه خصوصا اذا بدنا نقول غير الاخبار الكاذبة اللي بتتبعها على الارتفيشال انتليجنت كان عندهم معايير بحذف مثلا الاخبار الروسية خصوصا اللي بتقوم بفبركة اذا بدنا نقول الاخبار او الهجومات او اليوم بترهيب العالم هو الخوف السيبراني اللي صار كمان ما ننسى اليوم انه قد ايه كمان كانوا عم بيكونوا شوي اذا بدنا نقول اسلاموفوبيك انه اليوم الشيشان شو عم بيصير او كيف عم بيدخلوا على الحدود، يعني كانوا معدد انواع
كنت عم بتتعرض لألم مواقع التواصل الاجتماعي، جربت حاربها من الظلم، من المشاهد العنفية، من حتى الأطفال، المشاهد يعني الفيديوهات الكاذبة والأطفال وغيرها، يعني يمكن عندهم معركة جدا صعبة إذا بدنا نقول مواقع التواصل الاجتماعي تقدروا تخطوا هذا الشيء اللي صار. بالضبط. طيب، إلى أي مدى حصدت الحسابات المختلفة بالنسبة لأوكرانيا تعاطف المجتمع الدولي، خاصة على مدار العام الماضي منذ بدء هذه الحرب؟ اليوم بعد لهلا اذا بدنا نحكي اليوم تعاطف دولي مع مواقع التواصل الاجتماعي لاوكرانيا إلى اكيد أي بعده مدى بعد لعبت الاول. بالضبط إلى أي مدى لعبت وسائل التواصل اكيد الاجتماعي المختلفة؟ انا برايي انا هي الدور الاساسي اليوم بلا مواقع التواصل الاجتماعي كانت الحرب مخبيه او لا تعرف عنها الا بالاعلام، وحسب الاعلام قد ايه اليوم كنا بنعرف اليوم في اعلام بكل بلد هو بيوجه طرفه او المشاهدين تبعه، مواقع التواصل الاجتماعي بالعكس وجهت كثير ناس لعدة امور، وشفنا هلا بايام الاخيره وقت زار الرئيس الامريكاني الامريكي يعني زار اوكرانيا شفنا قد التعاطف الغمره اللي قام فيها لرئيس الاوكراني، كيف صفات الانذار قامت بي، يعني كله كان عاطف يعني بعد لهلا مواقع التواصل الاجتماعي هي المؤثر الاول او المساعد الاول اذا بدنا نقول لاوكرانيا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا لك، مستشار الإعلام الرقمي والتواصل السيد بشير التجريني، شكرا لك. قصصنا لا تنتهي ولكن انتهت حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 1:30 بتوقيت غرينتش، وإن فاتتكم قصص اليوم يمكنكم مشاهدتها عبر صفحات البرنامج المختلفة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب. إلى حلقة جديدة من شير، إلى اللقاء.